إن هناك فرقا بين النصيحة والغيبة، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا المعنى ويظن أن النصيحة غيبة. وفرق بينهما ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الروح، وقال: الكلام في الآخرين لمصلحة دينية أو دنيوية هذه نصيحة، أما الكلام في الآخرين لغير مصلحة دينية ولا دنيوية هذه غيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر نحو من ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن رجب في شرحه على الأربعين، وفي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ومما يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقد تقدم لها أبو جهم ومعاوية وأسامة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، أي كثير الأسفار كما فسرت الرواية الأخرى في صحيح مسلم. قال: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، أي فقير، أنكحي أسامة. رواه مسلم. قال العلماء كابن عبد البر وغيره: إذا جاز الكلام في الآخرين لمصلحة شخصية فجواز لمصلحة دينية عامة من باب أولى. وكثير من العامة لا يفقه هذا، وإذا رأى رجل يتكلم في داعية ولو اشتهر بين الناس أنه داعية يتكلم فيه في أمور أخطأ فيها، قالوا: هذه غيبة، نعوذ بالله من مجالس الغيبة، إلى غير ذلك. وإذا رأى أحدا خطيبا أو غيره يتكلم في جماعة التبليغ المبتدعة أو جماعة الإخوان المسلمين المبتدعة قال: هذه غيبة، هذا غلط، هذه نصيحة. فإن القاعدة الشرعية قررها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وشيخ ابن باز فتاوى أن من أخطأ علانية فيرد عليه علانية، هذا دين، فإن مصلحة حفظ الدين مقدم على مصلحة الفرد. وإلا لو سكت كما يقول أحمد: لو سكت وسكت متى يعرف الناس الخير من الشر أو الخطأ من الصواب؟ وصدق رحمه الله رحمة واسعة. نعم.